إن لدينا أنكالا وجحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه المبادرة الطيبة التي قمتم بها. فبرأيي أنا شخصيا أنه لا تهم الجائزة أو فهي بمجرد هدية رمزية يعني تذكارية، والأهم من ذلك هو أنني اكتسبت خبرة في علم التجويد وفي علم المقامات، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على فوزي بالمرتبة الثانية، والذي وأهدي هذا الفوز أولا لمدرستي القرآنية حمزة بن عبد المطلب بعين زال، ولشيخي الفاضل الشيخ دحمان قرناني، وكما لا أنسى والدي الكريمين اللذان دعماني في مسيرتي في حفظ كتاب الله تعالى. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعد هذه المنافسة من أقدم المنافسات في مدينة سطيف، حيث انطلقت هذه المنافسة في سنة 2008، واليوم في هذه خلال هذه السنة نشرف على إعداد الطبعة 11 بعد توقفها لمدة سنتين، وبحول الله تم استطاعة على تنظيم هذه الطبعة التي شارك فيها حوالي 90 مشارك، الذي تمت التصفيات خلال شهر رمضان ب20 متنافس على 4 برايمات، ومن هذه 4 برايمات تأهل 5 متنافسين للمراتب الأولى حتى المرتبة الخامسة. بالإضافة هذه الطبعة، هناك أيضا ككل سنة موازاة لهذه المسابقة الكبرى لترتيل القرآن الكريم التي تنظم على مستوى ولاية سطيف، تنظم مسابقة لأداء شعيرة الأذان لكل سنة، يظهر يعني يفوز متنافس واحد أو فائز واحد لهذه الشعيرة، شعيرة الأذان، في أداء الأذان العربي الأصيل. هذا وككل سنة أيضا تفتح المسابقة لكل بلديات ولاية سطيف، وهذا هو الشيء الإيجابي، حيث يقوم إطارات الشؤون الدينية على تأطير هذه المسابقة من ناحية التحكيم، وأيضا كل سنة في كل طبعة يتم استضافة شيوخ من وزارة الشؤون الدينية ومستشارين بوزارة الشؤون الدينية، الذين دائما يلبون الدعوة في حضور في حفل الاختتام لهذه المنافسة ولهذه المسابقة الكبرى لترتيل القرآن الكريم. وموعدنا إن شاء الله وحول الله السنة القادمة إن شاء الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا